لا توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هيا نشرع، بسم الله الرحمن الرحيم. راح نشرع في تمارين التركيب، الوحدة الأولى في تركيب البروتين. حلو الكتابة تاعكم صفحة 36. نقرأ التمرين مع بعضنا. تم تنمية سلالتين من البكتيريا، إحداهما طافرة تنتميان لنفس النوع في المزرعتين ألف وباء، يحتويان نفس المغذيات يحتويان نفس المغذيات الأملاح المعدنية زائد كمية محدودة من الجلوكوز أو اللاكتوز. بعد مدة من الزمن تم قياس عدد البكتيريا في المزرعتين ألف وباء، كما تم قياس إنزيم اللاكتاز كما تم قياس إنزيم اللاكتاز اللاكتاز طبعا إنزيم اللاكتاز بيتا جلاكتوسيداز. لم يلاحظ ظهور إنزيم إلا في المزرعة ألف. قال لك ما لاحظناش ظهور الإنزيم إلا في المزرعة ألف، هذا الإنزيم تاع اللاكتاز بيتا جلاكتوسيداز ما لاحظوش ظهوره الا في المزرعه الف. نتائج التجربه موضحه في المنحنى الوثيقه، هاي الوثيقه تاعنا. قال لك حلل المنحنيات. قلت لك كاين منحنى خاوتي، كاين ثلاث منحنيات، كاين ثلاث منحنيات حيطلب منا تحليل المنحنيات. هنا عدد بكتيريا وهنا كميه انزيم بيتا جلاكتوسيداز، وهنا كميه انزيم بيتا جلاكتوسيداز. هاي المزرعة ألف والمزرعة باء، وهذه هذا هو التطور تاع الإنزيم. احنا مازلنا ما قريناش، قدم تفسيرا لتطور، مازلنا يعني ما بديناش في الحل. قدم تفسيرا لتطور عدد بكتيريا في المزرعتين. اقترح فرضية تربط فيها بين النتائج المتحصل عليها وتعبير المورثي. ماذا تتوقع أن يكون شكل المنحنيين في حالة وجود جلوكوز فقط بكمية؟ قالك واش تتوقع لي شكل المنحنيين في حالة وجود جلوكوز بكمية غير محدودة؟ أنجز هذه المنحنيين. حنا قرينا للتمرين قراءة أولية، هاي نعاودو نقراوه قراءة بتمعنش. قال لي تم تنمية سلالتين من البكتيريا، إحداهما طافرة، واحدة من السلالتين تاع البكتيريا طافرة، تنتميان لنفس النوع في المزرعتين، يعني حطوهم في مزرعتين، مزرعة ألف ومزرعة باء. المزرعتين هادو يحتويان نفس المغذيات، في المزرعتين ألف وباء عندهم نفس المغذيات، في المزرعتين كاين أملاح معدنية وكمية محدودة من الجلوكوز واللاكتوز. قال لك بعد مدة من الزمن تم قياس عدد البكتيريا في المزرعتين، وراء مدة من الزمن قاسوا لنا عدد البكتيريا في المزرعتين، في وانا مزرعتين، في المزرعة ألف وفي المزرعة باء. كما تم قياس إنزيم اللاكتاز، ثاني قاسوا إنزيم اللاكتاز بيتا جلاكتوسيداز. لم يلاحظ ظهور إنزيم، هذا إنزيم اللاكتاز ما لاحظوش ظهوره إلا في المزرعة ألف. ما لاحظوش ظهوره انزيم البيتا جلاكتوسيداز الا في المزرعه الف. شفتوها الا في المزرعه الف، مازلت ما هضرت لكمش عن المنحنيات. الا في المزرعه الف، وين راحت؟ الا في المزرعه الف. نتائج تجربه موضحه في المنحنى الوثيقه. قال لي حلل المنحنيات. انا كي نحلل واش نعطيه؟ نعطيه عنوان. هاي نمدو عنوان. نقولوا منحنيات ام ثلاثه، ما تقولش منحنيين، نقولوا منحنيات بيانية. وش توضح؟ نقولوها، نقولوا منحنيات بيانية توضح تغيرات كل من عدد نمو البكتيريا، كل من عدد نمو البكتيريا وكمية إنزيم البيتا جلاكتوسيداز و خلاص تغير. منحنيات بيانية توضح تغيرات كل من عدد بكتيريا وكمية إنزيم بيتا جلاكتوسيداز في مزرعتين، في المزرعتين ألف وباء، حيث نلاحظ تماثل التطور. حندير أنا منحنى مقارن، حندير تحليل مقارن. هو ما قال لكمش تحليل مقارن، أنا باش ندير تحليل مقارن لازم نكون مليح في التحليل، بينما الناس اللي مش مليحة في التحليل ما دير ليش تحليل مقارن باسكو صعيب. واش نقول؟ نقول حيث نلاحظ تماثل في تطور عدد البكتيريا في كل من المزرعتين ألف وباء خلال المرحلة الأولى، خلال اصبروا نقدم أكثر، خلال المرحلة الأولى، بينما ثم نلاحظ تماثل ثبوت عدد البكتيريا في المزرعتين ألف وباء في المرحلة الثانية، وفي المرحلة الثالثة نلاحظ تزايد بكتيريا
أو تزايد عدد بكتيريا المزرعة ألف وبقاء بكتيريا المزرعة باء ثابتا مع تزايد أو تزايد في كمية، نقوله مع تزايد كمية إنزيم البيتا جالاكتوسيداز. خلاص هذا هو التحليل، هذا هو التحليل. وش قال لي؟ قال لي قدم تفسيرا لتطور عدد البكتيريا في المزرعتين. ركزوا اخوتي، هذا خاطئ، هذه تاع الحصه اللي فاتت، حل التمرين. ركزوا، احنا ماذا قلنا؟ قلنا انه كاين مزرعتين، كاين مزرعه الف وكاين مزرعه كاين مزرعه ب، صح ولا لا؟ صح. اصبروا نكبر اكثر، نزيد في الطول. شو قلنا؟ هاي مزرعة ألف ومزرعة باء. المزرعة ألف أي غير طافرة، والمزرعة باء أي طافرة. المزرعة ألف والمزرعة باء كلتاهما نمتا في المرحلة الأولى. وش هي المرحلة الأولى؟ أثناء التغذي على واش؟ على سكر الجلوكوز. أثناء التغذي على سكر الجلوكوز. بعدها ثبتت، علاه تم الثبوت لهنا؟ نتيجة خلاص خلص السكر الجلوكوز. ثم ثبوت المنحنيين راجع الى انه واش سكر الجلوكوز انتهى. نعم انتهى، كي انتهى توقفت عدد البكتيريا في كلتا المزرعتين. ممتاز محمد. نعم، واش تفسر لي هذه المعلقة؟ التطور تاع هذه البكتيريا دون التطور تاع هذه البكتيريا. ولا دقيقه اخويا، كفا عرفت باللي المرحلة الأولى هذه تم فيها استهلاك الجلوكوز. كيفاه عرفت؟ من حقي نعرف أنا كيفاه أنت عرفت باللي في المرحلة هذه تم استهلاك سكر الجلوكوز، مش في المرحلة هذه. وبالك بالك في المرحلة هذه تم استهلاك سكر الجلوكوز، وين على بالي أنا؟ وي نقول لك، باسكو كون في المرحلة هذه، كون علاه في المرحلة هذه تم استهلاك سكر الجلوكوز، باسكو ما ظهرش انزيم البيتا جلاكتوسيداز. وانزيم البيتا جلاكتوسيداز واش يدير لي؟ يفكك لي اللاكتوز، يخلي البكتيريا تقدر تتغذى على اللاكتوز. ممتاز. وكون تغذات لهنا على اللاكتوز كان ظهر لهنا، سجل لي واش تزايد في انزيم البيتا جلاكتوسيداز. اذا كي غاب انزيم البيتا جلاكتوسيداز في هذه المرحله، دليل على ان البكتيريا 100% تغذات على واش؟ الجلوكوز. في المرحله الثانيه لهنا، شوف، بدا انزيم البيتا جلاكتوسيداز يزيد. سما كاينه حاجه. نعم، ما هي الحاجه هذه؟ سما مزرعه الف قاعده تتغذى على اللاكتوز، قاعده تتغذى على اللاكتوز هي، والمزرعة با ماهيش قاعدة تتغدى عليه. على هذيك المزرعة ألف زادت، والمزرعة با ما زادتش، زاد عددها. علاه المزرعة هذه زاد عدد البكتيريا في المزرعة هذه دون هذه؟ أنا نقول لكم علاه، باسكو المزرعة، كي قلنا المزرعة ألف عادية والمزرعة با أي طافرة. إذا وجود، نقول وجود طفرة في المزرعة واش ألف منع المزرعة، ياه وجود مزرعة في وجود طفرة في المزرعة با خاوتي، عفوا، وجود مزرعة وجود طفرة في المزرعة با منع المزرعة منع بكتيريا. وش هي هذه الهضرة؟ هذه الهضرة كنت تحطوها خاوتي في الباك، ما قادر ما يقيمكمش. خلاص الشيخ، اكتبوا هذه، وجود طفرة في بكتيريا، اي مش في المزرعة تكون في بكتيريا، في بكتيريا المزرعة واش با، صحيت، منع شكون؟ منع بكتيريا المزرعة واش با
من واش انتاج واش انزيم انزيم واش البيتا. انا نكتب لكم برك بيتا وهاو اسمه بيتا جلاكتوسيداز، من انتاج انزيم بيتا جلاكتوسيداز الذي يميه اللاكتوز، وبالتالي لم تتغذى البكتيريا المزرعة واش با على واش على اللاكتوز، في حين قامت بكتيريا المزرعة ألف من إفراز انزيم البيتا جلاكتوسيداز الذي ساعدها على التغذي على اللاكتوز، الذي ساعدها لتتغذى على 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 سكر اللاكتوز اللاكتوز على سكر اللاكتوز، فزاد عددها. خلاص خاوتي، هذا راجع يفسر هذا عليه زيد انزيم البيتا جلاكتوسيداز في المرحله هذه، وذلك لان البكتيريا المزرعه الف قاعده تفرزو باش يميه لها اللاكتوز وتتغذى. هذه الاولى. ثانيا وين وصلنا؟ ها وين رحنا؟ خلاص، وهذه ثبتت باسكو طافره على هذيك، ثبت عدد بها المدة الزمنية. كون يقول لك واحد وعلاه كاينة مدة زمنية لهنا مستغرقة، المدة الزمنية ما تجي البكتيريا تصنع انزيم اللاكتاز بيالي تركيب بروتين نسخو ترجمة وتفرزو باش هو يروح يفكك اللاكتوز وهي تتغذى عليه وتتكاثر، هذاك هو الوقت اللي ضاع فيه الثبوت. خلاص. إذا اقترح فرضية تربط فيها بين النتائج المتحصل عليها والتعبير المورثي. إذا نقول سلامة المعلومة الوراثية يؤدي إلى ماذا؟ إلى سلامة، اصبروا نجيبوا واحدة مليحة أحسن، هاي نجيبوها بالعقل، هي لازمها تكون مليحة. شوفوا خاوتي، الأنزيم بروتين ولا مش بروتين؟ بروتين، ممتاز. الأنزيم إذا بروتين، آلية تركيب البروتين احنا قريناها، نسخ وترجمة، مليح ممتاز صح، آلية تركيب بروتين نسخ وترجمة فعلا. آلية تركيب بروتين نسخ وترجمة، والانزيم راهو بروتين. اذا نقولوا يتطلب تركيب البروتين معلومات وراثية في المورثة، ففي حالة حدوث طفرة قد تصيب المورثة تصبح الخلية غير قادرة على إنتاج الأنزيم. في حالة نقول بما أن الأنزيم راهو بروتين، والبروتين يركب بعمليتين، يتم تركيبه بآليتين نسخ وترجمة، فعند حدوث طفرة على مستوى لاديان والشيسرة تستنسخ المعلومة الوراثية بشكل خطأ، بشكل فيه طفرة، بعد تستنسخ المعلومة الوراثية بالشكل اللي فيه الطفرة هذيك، وعندما تترجم قد يكون البروتين غير وظيفي وقد لا ينتج البروتين هذا من الأساس. في هذه البكتيريا لم ينتج هذا البروتين من الأساس، فهمتوها خاوتي؟ الفرضية وش نقول؟ نقول يتطلب تركيب البروتين معلومات وراثية في المورثة، ففي حالة حدوث الطفرة قد تصيب المورثة تصبح الخلية غير قادرة على إنتاج الأنزيم. ماذا تتوقع أن يكون شكل المنحنيين في حالة وجود الجلوكوز فقط بكمية غير محدودة؟ أنجز المنحنيين، أنا ننجزهم لو أخاوتي، خي المنحنيين في زوج تغداو على الجلوكوز، ولا هنا ثبتوا باسكو خلص الجلوكوز. أوكي، قالك الجلوكوز اخويا هذا اللي قالك دير لي المنحنى في حالة وجود الجلوكوز بواش بكمية غير محدودة. ها هذه مزرعة ألف، هذه المزرعة با وهذه المزرعة ألف، هنا عدد بكتيريا، وهنا نقولوا الزمن، واش راح نقولوا الزمن، طبعا هما يجيو فوق بعضهم متوازيين، يجيو هكا ها يجيو كامل، يبداو من هكا شوف
اي مش هذه، هذه هذا هاي الاول وهاو الثاني، بعد ما يجيوش فوق بعضهم، يجيو متوازيين. خلصنا التمرين. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد انه لا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد انه لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. خاوتي نعطيكم معلومات برك، احنا خلصنا التمرين، ولا نزيدو نديرو تمرين؟ خلي نديرو خلاص هاي شوف نعطيكم معلومات. آلية تركيب البروتين، ماشي هي خاوتي، نسخ ترجمة، ممتاز. العنصر العناصر المميزة، هذه ريفيزيون خفيفة خلاص، للآرين، ما هي الآرين آن بالضبط؟ ماشي هي، واحد احتوائه على سكر ريبوز عادي ماهوش منقوص الأكسجين، زوج واحتوائه على قاعدة أزوتية، من هي اليوراسيل، اللي هي اليوراسيل، ولديه بعد الفوسفور، وعنده بعد الفوسفور. خاوتي النيكليوتيدا ما هي؟ النيكليوتيدا سكر الريبوز. نقول لك مثلا اعطيني النيكليوتيدات على راين امام ماذا تشكل؟ سكر الريبوز اهيه، نيكليوتيدا ها، نيكليوتيدا سكر ريبوز وفوسفور وقاعدة أزوتية. والنيكليوزيدا، اسمعوا الأولى هي نيكليوتيدا، هي اللي فيها سكر ريبوز وفوسفور وقاعدة أزوتية. الثانية نيكليوزيدا، وش فيها النيكليوزيدا؟ فيها سكر ريبوز وفيها قاعدة أزوتية. وين راحت في الكتاب؟ ما فيهاش بالصح الفوسفور، ما فيهاش الفوسفور. وين راحت؟ وين راحت؟ اوكي خلصنا التمرين، حبيت نعطيكم معلومات خفاف السما. ها فيها وش فيها؟ فيها قاعدة أزوتية وفيها سكر ريبوز، بصح ما فيهاش حمض الفوسفور. إذا لما يكون كاين حمض الفوسفور نقول نيكليوتيدا، النيكليوزيدا ما فيهاش برك الفوسفور. هذه هي الفرق. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله. خوتي صلوا عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.